بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا الأمين على آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في المجلس 84. نعلق بما تيسر على شرح الإمام ابن هشام لمتنه شذور الذهب. قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى التوابع. قال الإمام رحمه الله: ثم قلت: باب. ما يعرب باب؟ خبر، خبر لمبتدا محذوف. نعم، يعني هذا باب. باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة، أحدها التوكيد، وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. فالأول نحو: جاءني زيد نفسه، والزيدان أو الهندان أنفسهما، والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهن، والعين كالنفس. والثاني نحو: جاء الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله، والعبيد كلهم، والأمة كلها، والإماء كلهن، ولا تؤكد نكرة مطلقة. ويؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو: دكا دكا، وفجاجا سبلا، ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به. قبل أن نشرع في الشرح، عندنا بعض المسائل. الإمام رحمه الله تعالى هنا قدم التوكيد على النعت وفي القطر، وهذا ديدن النحويين أيضا أن يقدموا النعت، أن يقدموا النعت، لأنه يكشف عن الحقيقة، بخلاف التوكيد فهو يؤكد. نعم، حتى إن هذه التوابع إذا اجتمعت فإن النعت هو المقدم منها، لكنه هنا لنكتة قدم الكلام على التوكيد على الكلام على النعت، مع أنه كما قلنا إذا اجتمعت هذه التوابع، طبعا على خلاف في ذلك، لكن المشهور أن هذه التوابع إذا اجتمعت، وهو يقر بذلك رحمه الله، فيقدم النعت منها، وهم يرتبونها كالآتي. الترتيب المشهور: النعت، فعطف البيان، التوكيد، النعت، فعطف البيان، فالتوكيد، طبعا التوكيد المعنوي، نعم، أو اللفظي يلحق به كذلك، ثم البدل، ثم العطف، ثم عطف النسق. يعني النعت، عطف البيان، التوكيد، البدل، عطف النسق. نعم، لكنه هنا لنكتة ما في شرح الشذور خالف ما ذكره في كتب أخرى وقدم الكلام على التوكيد. يعني مثلا الجوجري في شرحه له شرح على شذور الذهب على المتن نفسه، هو شرح جيد وفيه فوائد جليلة. يقول رحمه الله: لأن التوكيد يحقق المتبوع، والنعت يبين صفته، وما يدل على تحقيق الشيء متقدم على ما يدل على صفته. كذا يقول رحمه الله، كذا يقول. نعم، المسألة الأخرى التي نذكرها وهي مسألة لطيفة، عندما قال: ولا تؤكد نكرة مطلقة. لاحظ، لم يقل النكرة. نعم، لأن الكلام هنا عام شامل. ولا تؤكد نكرة، لم يعرفها، وكلمة نكرة هنا جاءت في سياق النفي. نعم، فيراد بها التنصيص على عموم النفي. ولا تؤكد نكرة مطلقة، ولم يقل ولا تؤكد نكرة مطلقة، ثم ليوافق لفظها معناها: ولا تؤكد نكرة، لم يعرفها البتة. نعم، وقلنا أيضا ليفيد بذلك الشمول، نعم، بخلاف التعريف. ويؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو دكا دكا، يعني هنا تكلم على التوكيد اللفظي، دكا دكا. ما ذكره هنا، ما اعتمده هنا، مخالف لما اعتمده في القطر، إذ في القطر يذكر أن نحو دكا دكا ليس من باب التوكيد. الذي قال إن دكا دكا من باب التوكيد اللفظي هو ابن عصفور رحمه الله، وهو إمام كبير من أئمة النحو في المغرب، في المغرب، في الأندلس. إذن الذي قال بذلك ابن عصفور، وقد خالفه في القطر. لماذا خالفه؟ يعني لما لم يجعل دكا دكا، لما لم يجعل الثانية توكيدا لفظيا؟ قال: لأنه قد ورد في التفسير دكا بعد دك، أي يكرر عليها الدك حتى تسوى بالأرض، يكرر عليها الدك حتى تسوى بالأرض. انظر يا كرام، إذن أفادت الثانية معنى جديدا غير التأكيد، ولذلك ليست توكيدا لفظيا. ما نعربها إذن إذا دكت الأرض دكا دكا؟
قال دكني الأولى حال أولى ودكني الثانية حال ثانية وهذا من تعدد الحال في اللفظ. اعقلوا هذا جيدا يا كرام، هذا من تعدد الحال في اللفظ لا في المعنى، وهما مؤولتان بكلمة واحدة تكون حالا. دكت الأرض مكررا عليها الدك مرة بعد أخرى، مكررا، انظروا دكت الأرض مكررا عليها الدك مرة بعد أخرى. فدكني الأولى حال أولى والثانية حال ثانية، وهذا من تعدد الحال في اللفظ. كما إذا قالوا مثلا هذا حلو حامض، هذا حلو حامض، انظر يا كرام هذا مبتدأ وحلو خبر، حامض خبر ثاني. طيب حامض خبر ثاني، والمراد تعدد الخبر في المعنى هنا، يعني نصف الشيء بالحلاوة والحموضة نجمع بين الضدين؟ قال لا، هذا من تعدد الخبر في اللفظ، أما في المعنى فنركب من الكلمتين معنى واحدا. فما معنى هذا حلو حامض يا كرام؟ ينبغي أن تعرف، كلنا نعرف ذلك. ما معنى هذا حلو حامض؟ نعم، ما معنى هذا حلو حامض؟ لا نعم، تعيد السؤال اللي خليك كنت عم تشغل بلوتوث. ما معنى هذا حلو حامض؟ الرمان حلو حامض، لفان شيخنا، لفان يعني، لفان لفان جميل، لفان يعني الذي نقول له مز، مز هم قال له مز، صحيح. هذا حلو حامض أي مز. ومن العجائب أنني أول رغبتي في هذا العلم الشريف كنت أقرأ في كتب النحو وحدي، وأعاني في ذلك معاناة شديدة. طبعا بعد أن تلقيت شيئا من مبادئ النحو من مبادئ الأجرمية على بعض الأساتذة غير المتخصصين جزاهم الله خيرا وأكرمهم في الدنيا والآخرة المنتشرين في بلدتي، كان الله لها ولبلاد المسلمين أجمعين، فصرت أقرأ في الكتب المتقدمة، نعم، كشرح القطر. قرأت في نسخة عليها ما شاء الله تجد في الغلاف قرضه وحشاه ما أدري إيش وقدم له وقال عنه ومدحه والكتاب شرح القطر، هذه النسخة من شرح القطر مليئة بالتحريف، بالكيلو بالكيلو، يعني ليس بالكلمة. المهم هذا حلو حامض، أقول أقرأ وإذ مر، هذا حلو حامض أي مر، أقول يا رب يعني معقول من الحلاوة والحموضة تتشكل المرارة؟ ممكن ممكن، أقول صرت أفسرها بهذا، إلى أن وقفت فيما بعد أن المراد بها مز وليس مر أصلا. نعم، فإذا دكا ليست من باب التوكيد اللفظي في شيء، وهو ما اعتمده في القطر وفي غيره، خلافا لما ذكره هنا في شرح الشذوذ. هنا تبع ابن عصفور. وفجاجا سبلا، الفجاج بمعنى السبل، فهذا من باب التوكيد اللفظي بالمرادف بالمقارب ليس باللفظ نفسه. نعم. ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي الا مع ما اتصل به. انا اشرحه الان لانه ليس مشروحا. انا اريد ان اؤكد ضميرا متصلا. لاحظوا يا كرام. أقول مثلاً غضبت منك، أريد أن أكرر الكاف، هل يمكن أن أكررها دون أن أعيد حرف الجر؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن يا كرام؟ ما رأيكم؟ لماذا لا يمكن؟ لما لا يمكن أن أكرر الضمير المتصل دون ما يصحبه؟ ما بجي لأن الكاف للمخاطب، وإن يعني ماذا الكاف المخاطب للمفرد المخاطب أنت نستخدمه. قاربت أستاذ محمود، قاربت، أنت أعطيتني النتيجة، يعني لأنه حينئذ لن يكون متصلا. كيف أؤكد الضمير المتصل دون أن أعيد العامل الذي معه؟ غضبت منك، منك يجب أن أقول. طيب أنا أريد أن أؤكد الكاف دون أن أعيد من، لا يمكن، حينئذ سيأخذ الضمير المتصل منفصلا، والفرض أننا نريده ضميرا متصلا،
كيف سيكون متصلا دون أن أعيد حرف الجر مثلا؟ غضبت عليك، عليك. نعم، وهكذا. قال ولا حرف غير جوابي إلا مع ما اتصل به. أيضا الحرف غير الجوابي، الحرف الجوابي أكده كما تشاء. هل جاء زيد؟ نعم نعم، توكيد لفظي لا مشكلة. لكن الحرف غير الجوابي مثلا إن زيدا، إن زيدا كريم، تريد أن تؤكد إن مع ما صاحبها، تؤكدها مع ما صاحبها، وهكذا. قال وأقول إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل لها إلى غيرها إلا بالتبعية. أرأيتم هذا الترتيب الأنيق؟ أرأيتم؟ انتهى من العوامل والمعمولات. طيب العامل يريد أن يتعلق بشيء آخر غير المعمولات، قال تمام، عنده سبيل، هو سبيل التبعية. فلا سبيل لها أي للعوامل إلى غيرها. إلى غير ماذا يا كرام؟ إلى غيرها، إلى غير ماذا؟ نعم، إلى غير ماذا؟ إلى غير المعمولات، إلى غير المعمولات، أحسنتم، إلا بالتبعية. والتوابع خمسة، والتوابع خمسة: نعت وتوكيد وعطف بيان وبدن وعطف نسق. نعم، وقيل أربعة، وقيل أربعة. الإمام الزجاجي رحمه الله تعالى ذكر العطف فقط، فدمج عطف البيان، فمزج بين عطف البيان وعطف النسق. نعم، وقيل أربعة، فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله والعطف، فأدرج هذا القائل وهو الزجاجي. وقال آخر ستة، جعل التأكيد اللفظي بابا وحده والتأكيد المعنوي كذلك. ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة: جاء زيد نفسه، فإنه لولا قولك نفسه لجوز السامع كون الجائي خبره أو كتابه، بدليل قوله تعالى وجاء ربك أي أمر. طيب إذن ما الغرض من التوكيد؟ رفع المجاز. أنت تقول جاء زيد، فربما يتوهم المجاز في النسبة، نسبة المجيء إلى زيد. مثلا زيد شخصية مهمة، تقول جاء زيد، يقول لك زيد زيد، لعل الجائي غلمانه، لعل الجائي شرطته، زيد نفسه جاء. تقول جاء زيد نفسه، فترفع المجاز بالتوكيد. إذن قال ومثال المقرر لأمر المتبوع، هذا هو المتبوع، في النسبة، يعني في نسبة الفعل إليه، هذا نسبة حقيقية لا تجوز فيها. قال فإنه لولا قولك نفسه لجوز السامع كون الجائي خبره أو كتابه، يعني جاء خبره، جاء كتابه، جاء غلمانه، هكذا. طيب بدليل قوله تعالى وجاء ربك أي أمره، يعني هنا صرفها إلى التأويل. وأنتم تعرفون يا كرام أن هذه الآيات من المتشابه، الكل متفق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، الكل متفق على ذلك، ثم يختلفون بين تفويض وبين تأويل. هنا مسألة قبل أن أكمل في هذه المسألة وإن لم تكن من صميم بحثنا، قال لجوز السامع كون الجائي خبره، ماذا تعربون خبره؟ كون الجائي خبره، خبر كونه، أحسنت، خبر لمصدر الفعل الناقص كون. وأين اسمه؟ أين اسمه يا كرام؟ أين اسم كون؟ الجائي يعني. مولانا الجائي في المعنى، الجائي بالمعنى، جائي بالمعنى، اسمه في المعنى وهو مضاف إليه، مضاف إليه بالمعنى، يعني كون مصدر مضاف إلى اسمه في المعنى، في المعنى ناصب لخبر. نعم، وهنا أعلق على مسألة وهي تعليق شيخ مسيم حفظه الله تعالى، عندما علق على قوله وجاء ربك أي أمره، وقال هذا على قول المتأخرين من الأشاعرة وأهل الأثر يجرون الآية على ظاهرها إلى آخره. وأنا أجل الشيخ نسيم الله، رجل فاضل من أهل الجد في طلب العلم، وتتلمذ على أهل الشام ويعرف لهم فضلهم، لكن هذا الكتاب في النحو، دع عنك عقيدة المصنف، أنت تختلف معه، دع عنك عقيدته،
أما أن يعني نحاول أن ننتصر ونختصر خلافاً طول كثيراً في مثل هذه التعليقة فهذا مما لا يرتضى، لا سيما أنه قال وأما على قول أهل الأثر فيجرون الآية على ظاهره، هذا كلام غير مسلم، أنا مما لا يعتقدها. أنا أعتقد أن المتقدمين من السلف على التفويض الإجمالي الكامل. نعم قال فيجرون، طبعا وليس هذا مجال نقاش للمسألة، يعني لا مجال للنقاش فيها أصلا. نعم قال فيجرون الآية على ظاهرها، ما الظاهر فيها طيب قال الإمام الطبري إلى آخره، فقال بعضهم إلى آخره، نقل قول الإمام. طيب الإمام الطبري بعد أسطر ينقل التأويل أيضا، ينقل قول من قال إن المراد بجاء ربك يعني أمره، فلماذا ننكر ذلك؟ ولماذا ننسب التأويل إلى متأخري الأشاعر؟ والتأويل وارد من القديم في القرون الثلاثة الأولى، لكنه لم يكن السمة العامة. نعم لم يكن السمة العامة صحيح. وإجراء الآية على ظاهرة يعني كلام طويل، وأنا بالمناسبة يعني والله يعني الأمر لا يحتمل كثيرا إعادة هذه، يا جماعة نتفق على تنزيه الله سبحانه وتعالى وأكتفوا بذلك. الآن العدو متربص بالمسلمين من كل جانب، فسبحان الله. على كل حال نحن مع الأسف يعني نحن نقر لأهل الفضل بفضلهم، لكن الحق حق أن يتبع. الإمام الطبري نفسه حكى تأويلا في الآية وأسنده نفسه. نعم الاختصار بهذه الطريقة فيه إشكال. نعم ولو كان الدرس درسا في هذا المجال لكان لنا كلام آخر. بالمناسبة الحمد لله أنا ابتعدت كثيرا عن التصنيفات المعاصرة، وأقولها بصدق، قل أن تجد طالب علم متحققا بالعلم. كثيرون ينتسبون إلى فرق وهم خالون منها البتة، تجد من يتكلم في العقيدة وهو لا يعرف كلمتين في النحو، شاب في العشرين يحفظ ثلاثة أو أربعة مسائل ويناقش ويجد فيها ويذهب ويرجع إلى آخره، من السلفية من غير من المنتسبين إلى غير من المنتسبين إلى الأشاعرة إلى آخره. نحن في عصر زيف علمي، عصر يعني زيف كبير. نعم قال ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة جاء زيد نفسه، فإنه لولا قولك نفسه لجوز السامع كون الجاء خبره أو كتابه، بدليل قوله تعالى وجاء ربك أي أمره. ومثال المقرر لأمره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. إذن يا جماعة التوكيد المعنوي إما أن يقرر أمر المتبوع في النسبة فيرفع المجاز عن النسبة، طيب، وإما أن يقرر الشمول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذ لولا التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم، يعني فسجد الملائكة، وهذا التجوز كثير في الكلام، يعني سجد مجمل الملائكة، قال كلهم أجمعون، فأكد ذلك مرتين تنبيها على التزامهم التام بذلك. وهنا مسألة أيضا في قضية تقرير التوكيد لأمر المتبوع في الشمول، يصح التوكيد حيث يصح المجاز، هذه نحفظها، يصح التوكيد حيث يصح المجاز، يعني جاء الزيدان ربما تقصد جاء أحدهما، يعني جاء أحد الزيدين حذفت، هذا وارد في الكلام، وارد في كلام العرب. طيب انظروا معي، لكن اختصم الزيدان لا تقول كلاهما، طبعا على الصحيح في ذلك وفيها خلاف، اختصم الزيدان على الصحيح لا تقول اختصم الزيدان كلاهما، لماذا؟ لأنه لا يتوهم مجاز أصلا، لأن اختصم تقتضي اثنين فصاعدا، لأن اختصم من أفعال المشاركة ولا تكون من واحد. نعم طيب إذن يجوز أن تقول جاء الزيدان كلاهما لجواز المجاز، ولا يجوز أن تقول اختصم الزيدان كلاهما على الصحيح في ذلك. ويجب في المؤكد كونه معرفة، وشذ قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم
شهرا كله إلا رمضان. كيف شذ؟ قال لأن كله توكيد لشهر وشهر نكرة. والقانون عند البصريين، عند البصريين أن المؤكد يجب أن يكون معرفة. والمصنف هنا على مذهب البصريين في ذلك كما عادته في معظم مسائل النحو. قال وقول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله. فكل توكيد لحول، كل توكيد لحول، توكيد معنوي. وحول نكرة، أكدها هنا النكرة، أكدها هنا النكرة وهو شاذ. وقلت أكثر من مرة ليس قوله، ليس المراد بقولهم شاذ التقليل من شأن هذا النص، لا، وإنما لم يكسر كسرة يقاس عليها، هذا مراد النحويين بذلك. طيب لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. وأنشده ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، وهو تحريف، طبعا تحريف الكلام. لاحظوا لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. هو يتمنى أن تكون السنة كلها رجبا، ويتمنى أن يكون السنة كلها رجبا. أما يا ليت عدة شهر كله رجب، هل يتصور المجاز؟ هل يكون الشهر بعضه يعني في الأصل، هل يكون الشهر بعضه رجبا وبعضه غير رجب؟ لا يتصور ذلك. فتحريف رواية يا ليت عدة شهر كله رجب يعني لا معنى لها أصلا. نعم، مثلا نحن في شهر رجب، هل يتجزأ فيكون بعضه لرجب وبعضه لغيره؟ لا. طيب إذن اعتمد المصنف رحمه الله تعالى أن النكرة لا تؤكدها مثل البصريين، وذهب فريق من الكوفيين إلى جواز التأكيد مطلقا، تؤكد النكرة مطلقا. وذهب الأخفش وجمهور الكوفيين إلى جواز توكيد النكرة بشرطين، شرط في المؤكد وهو أن يكون له بداية ونهاية محددة، شهر، حول، أسبوع. أما مثلا إذا قلت مثلا والله قرأت زمنا كله، لا معنى لهذا اختلال الشرط، لأن زمنا ها هنا ليس لها بداية ونهاية واضحة، نعم ليست محددة. نعم. وشرط في التأكيد، إذن شرط في، وشرط كذلك في التأكيد هو أن يكون من ألفاظ الشمول، كل، جميع، أجمع، أما نفسه عينه فلا. فإذن هذا قول وسط، وهذا معتمد ابن مالك في كثير من الكتب. نعم. قال وأنشد ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، وهو تحريف، ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له كما مثلنا يعني، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه، فلا يضفن لضمير تقول اشتريت العبد كله أجمع، اشتريت العبد كله أجمع. فانظروا أجمع هنا توكيد، لكنها لم تضف إلى ضمير يعود على المؤكد، لم تضف إلى ضمير المؤكد. طيب والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن، والإماء كلهن جمع، جمع هكذا، لا يضافن إلى ضمير. طيب لماذا لا تضاف هذه الكلمات إلى الضمير؟ أجمع، جمعاء، أجمعين، جمع. قيل لأنها علنية الإضافة، هكذا وردت على العرب وهي علنية الإضافة، يعني عندما تقول اشتريت العبد كله أجمعه يعني أجمعه وهكذا. وقيل لأنها علم جنس، يعني معرفة بالعالمية لا تحتاج إلى تعريف، علم جنس على ألفاظ التوكيد. نعم. إذن قال ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له كما مثلنا، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه، فلا يضفن لضمير تقول، وهنا مسألة يا كرام، فلا يضفن أجمع وما تصرف منه، ما الذي تصرف منه؟ ذكرها، أجمع، جمعاء، أجمعين، جمع، كلها أربعة، جمع قلة أو جمع كثرة، جمع قلة. وإذا تستعمل معه نون الإناث تقول فلا يضفن،
فإذا كثرت قلت فلا تضاف، تمام؟ وهكذا تقول سبع ليال خلونا، إحدى عشرة ليلة خلت، وهكذا. إذا كثر عاملته معاملة المفرد المؤنث. نعم. ثم قال ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما أن يكونا مفردين مع المفرد، نحو جاء زيد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها. ويا كرام، تقدم النفس على العين، إذا اجتمعتا قدمت النفس على العين، فلا يجوز أن تقول جاءت هند عينها نفسها. لماذا؟ لأن النفس تدل على الذات حقيقة، والعين تدل على الذات بالمجاز، والحقيقة أولى من المجاز فتقدم. جاء زيد نفسه عينه، جاءت هند نفسها عينها. قال مجموعين مع الجمع، نحو جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. وأما إذا أكد بهما المثنى ففيهما ثلاث لغة، أفصحها الجمع، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، ودونه الإفراد، ودون الإفراد التثنية، وهي الأوجه الجارية في قولك قطعت رؤوس الكبشين. يا كرام، أنا أريد أن أؤكد بهما المثنى، جاء الزيدان أنفسهما، عدلوا عن التثنية لثقلها. أول شيء يا كرام، أنفسهما عندي مضاف ومضاف إليه، أنفس والهاء، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فأنت كأنك تجمع تثنيتين على كلمة، أو تجمع تثنيتين في كلمة، وهذا ثقيل. جاء الزيدان نفساهما، على أن ابن كيسان حكى ذلك لغة عن العرب، وإن كانت قليل إنها محكي، نفساهما صحيح. وكثيرون من المعاصرين اليوم يستعملونها دون أن يدركوا أصل المسألة. نعم، إذن أنفسهما عدلوا إلى الجمع. طيب، الذين قالوا إن المثنى جمع استدلوا بمثل هذا أيضا، من أحد أدلتهم هذا، الذين استدلوا أن المثنى جمع، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول المثنى جمع. ما المثنى؟ جمع مفرد إلى مفرد، هو جمع. نعم، الذين قالوا إن المثنى جمع، من أحد أدلتهم هذا، أنفسهما، قال أنهم أحيانا يستعملون الجمع في مكان التثنية، ولولا أن المثنى جمع لما جاز ذلك. نعم، قال جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، ودونه الإفراد، جاء الزيدان نفسهما، نفسهما عينهما. نعم، ودون الإفراد التثنية نفساهما عيناهما. طبعا بعضهم منع التثنية وهو محجوج، هي واردة اللغة، وحكذا ذلك ابن كيسان. نعم، بعض العرب. قال وهي الأوجه الجارية في قولك قطعت رؤوس الكبشين. قطعت رؤوس الكبشين، ما ضابط هذه المسألة؟ يعني كيف نجريها، كيف نستعملها؟ انظر يا كرام، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، جزءا من متصلا بالمضاف إليه، جزءا منه، بعضا منه، وأن يكون مفردا، يعني عضوا واحدا، الرأس واحد في المخلوق، ليس له أكثر من رأس. حين ذلك يجوز لك ثلاث مسائل، أو يعني ثلاثة أوجه: قطعت رؤوس الكبشين، قطعت رأس الكبشين، قطعت رأسي الكبشين. طيب، إذا انتفى شرط الإفراد، يعني إذا كان هذا العضو مثنى مثل الأذن، فحينئذ تقول قطعت أذني الكبشين إذا أردت التثنية. والجمع قطعت آذان الكبشين، ما في مشكلة، لأنه حينئذ لا لبس، لا يتوهم لبس، لأن في المخلوق أذنين، فلك أن تجمع وأن تثني. أما أن تفرد وأنت تريد التثنية فلا، حينئذ يحصل لبس، أنت قطعت أذن ولا أذنين. وصلت الفكرة يا كرام؟ إذا كان العضو ليس مفردا. طيب، وإذا اختل شرط الاتصال، يعني ليس جزءا منه أصلا، حينئذ لك الإفراد فقط، تجري بحسب المعنى. تمام، يعني يمثلها النحاة أنفسهم بحبل مثلا. تمام، قطعت حبل الكبشين، خلاص إذا كان حبل لهما، حبلي الكبشين،
إذا الحبل يكون حبال الكبشين بحسب المعنى. نعم. فإذا حاصل المسألة هذه أو ضابط المسألة أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه وأن يكون مفردا في الجسم. مسألة، قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض، رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض، وفائدة ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين، والأول صحيح والثاني باطل. الأول صحيح ما هو؟ أن كل، أن استعمال كل لرفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض، كما قلنا سجد الملائكة ربما يتصور البعض المجاز أنه سجد معظمهم، تمام؟ فتأتي كل لتؤكد النسبة، نعم، لتثبت حقيقة النسبة. قال الأول صحيح أن كل جاءت لتثبت حقيقة النسبة، طيب، والثاني باطل وهو أن أجمعون جاءت لرفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد، يعني أن كل لرفع توهم المجاز في النسبة، وأن أجمعون، طبعا نحكيها كما هي، وأن أجمعون جاءت لرفع توهم يعني التقطع في الوقت، بعضهم سجد في وقت والبعض الآخر في وقت آخر. قال بل سجدوا في وقتين مختلفين والأول صحيح والثاني باطل لدليل قوله تعالى لأغوينهم أجمعين، جاءت أجمعين، هل المراد أنه يغويهم جميعا في وقت واحد؟ قال لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد، فدل على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنما معناه كمعنى كل سواء، وهو قول جمهور النحويين، وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد كما قال الله تعالى مهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن يا كرام، جمهور النحويين على أن أجمعين مثلا إذا جاءت بعد كل، طبعا هي تأتي تابعة لكل وتأتي منفردة عنه، إذا جاءت تابعة لكل فالمراد بها التأكيد زيادة على التأكيد ولا معنى آخر لها، هذا قول جمهور النحويين. والفراء ومن تبعه يرون أن لها مزيدة معنى، وهو فسجد الملائكة كلهم لم يتخلف أحد، أجمعون أي في وقت واحد لا في أوقات متفرقة، هذا قول الفراء، وقد حجه الإمام ابن هشام بهذه الآية لأغوينهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى أعلم، سنكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، أكرمكم الله تعالى. عودا على المسألة بما تبقى من الوقت، أكرمكم الله، المسألة التي علقت عليها يا كرام، هذه نصيحة لنفسي ولإخواني، طبعا أنا أخالف كثيرين من الإخوة ربما لا يرتضون هذا مني، أنا أرى أن كثيرا من التحزبات العلمية اليوم ليست علمية، وإن انضوت تحت فرق بحجة إنقاذ مذهب أهل السنة إلى آخره، وأنا لا أحب أن أغوص في هذه الأمور أصلا، لكن أريد أن أقول يعني أطلب العلم بحق واحترم أهل العلم. في السلفية فضلاء، ونعرف فضلاء منهم، وأهل إنصاف وأهل حق، له رأي يخالف، قد يخالف ما عليه معتقدي، وأنا أراه مثلا معتقد أهل السنة والجماعة، هو مثلا يخالف هذا الرأي، لكن أنا أرى أن العدو اليوم منقض على الأمة جمعا. طبعا بعضهم يقول هم ينخرون من الداخل، هم أيضا يقولون عنك أنت تنخر من الداخل، ويبدأ هذا السوس الذي ينخر بعضه بعضا إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. والكلام الفصل في ذلك كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أن العدو إذا كان إلبا على المسلمين فما للمسلمين إلا أن يكونوا إلبا واحدا عليه بشتى فرقهم. على كل حال هي مسألة طويلة، لكن يعني أنا أتألم مثلا أن كتابا في النحو تجتزأ فيه مسألة في العقيدة بهذا الاختصار، هو اختصار غير دقيق أصلا حتى في عزم القول، هذا يؤلم بغض النظر عن أصل المسألة والتفصيل فيها. التحقيق العلمي يقول لي هذه المسألة وردت، رأي ابن هشام رحمه الله تعالى على رأي مذهب من مذاهب الأشاعرة وهو التأويل، ولهم منهجان في ذلك، تمام خلاص، أنا يعني ليس لي أن أعلق في ذلك، نعم. والتأويل قديم كما قلنا ويراجع في ذلك كتب العقيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
مولانا شيخ أنس. نعم نعم مولانا. لو نقول جاء كل الطلاب واشتريت نفس ثيابك، هذا القول يعني فصيح أم غير فصيح؟ ولا فصيح يعني؟ والمخطئ مخطئ، جزاك الله خيرا. مسألة مهمة، مسألة إضافة التوكيد إلى المؤكد صحيحة صحيحة، وهي قياسية أيضا، والصفة تضاف إلى الموصوف. وجعلنا من صالحي أهلها يعني من أهلها الصالحين، وجعلنا من صالحي أهلها يعني من أهلها الصالحين. نعم، إضافة التوكيد إلى المؤكد صحيحة ولا إشكال فيها، لكن يضيق ذرعا بها من يضيق ذرعا باللغة، من يضيق ذرعا باللغة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، أكرمك الله. الله يسلمك، الله يسلمك يا شيخ مؤيد، حفظكم الله تعالى وبارك فيك. أنا غريبي كثير ولا. الله يسلمك إن شاء الله. إذا كان هناك أي سؤال في دقيقة ونصف فيمكن أن نناقشه. مولانا يعني لا نفصح قولا عن قول، يعني اشتريت نفس ثيابك، اشتريت مثلا ثيابك احيانا أو... يعني اضافه الصفه الى الموصوف للتوكيد، يعني لزياده التوكيد. تقديم التوكيد على المؤكد يحيي باهميته، يعني لمزيد التوكيد، لكل منها سياق حينئذ. نعم أكرمكم الله. غدا مولانا في مجلس ولا على الساعة؟ الله على الساعة، نسأل الله التيسير إن شاء الله، نسأل الله التيسير. يا رب. لأنه أنا بعد غد إن شاء الله أرجع من سفري إن شاء الله تعالى. يا رب. يسر الله لكم إن شاء الله، أعانكم إن شاء الله شيخنا جميعا. إن شاء الله. صبحون على خير، ويسر الله لكم إن شاء الله فتح عليكم. آمين آمين أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صبحون على خير. جزاكم الله خير.